اللهم انصرهم إخواننا في فلسطين. آمين. اللهم انصرهم إخواننا في فلسطين. آمين. أكنتم تعتنون أولادكم وتذهبون أعمالكم وأبناء فلسطين في الشوارع أموات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يو إلهي ترتيس با إني جعل نهاي ملك استودادونك جوكتان. الله إني بركيو الله إني حبديو أن قدهان برامش كنان مانتا وحان أهديني وان هذي قالي ودقني أن جيسيال أن أفكودة يدرينكودة كقرب استاقاي مسلمين تا een geesiyadii ugu dambeysay ama gabadhii codka karsaneed ee ma sha Allah saaka Muqdisho ducadii lagu sameeyay ka soo dhaxbaxday ee ka hadashay ee walaalayn Falastiin dibka loo geystay Idil Cali Maxamed ayadana waxa leena Allah ha barakeeyo ducadaada Allah wa qabalo een dabcan wana qira gelisay dabcan muslimiin badan oo Soomaali ah oo saaka ku daawatay ee muslimiin badan oo luqada ku hadlaysa fahmayso oo carab iyo ajamba ah saakay muqalkaagu uu dareen gelshay uu qiiro gelshay murugo badan iyo naxdin badan uu gelshay walaashi Allah ku barakeeyo insha Allah ta'ala ee ehelka iyo qoyskaagana Allah barakeeyo ee fariintaadana dabcan weyn soo gaartay anakana waxaan noqonaynaa dadka si baahi doona insha Allah ta'ala adin kana walaashin codsigi soo gudbisay waxaan rajaynayaa walaalahay daawanayo in qof walba damir islaanimo ay ku jirto muqaalkaasi gabadhaasi codkeeda inuu sii sheegaray doono insha Allah ta'ala oo meel dhaadheer u gaarsii doono madan barnaamijkeenu saakay ama maanta oo ayadu ku saabsan yahay yahay halyeygii islaamku u soo baxay laakiin hadalku uu yiri eersaday waa maxamed mursi isna insha Allah ta'ala ilaahi jannahagii hanu naxariisto insha Allah ta'ala ayu barnaamijkeena ku saabsan yahay marka hore idil ayaan ku bilaabeyna maadaama isaka ayda ugu dambeysay saacadii la soo dhaafanay baraha bulshada heysatay bishaaro maamulka sare ee Helsinki Hospital wuxuu ugu bishaaray in bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan Nairobi ina waaxigeeda inay keeneen dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo waayo aragnimo fog leh sidoo kale isbitaalka Healthgate ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa Urban Hotel wadada Murtina Road ka soo horjeedka Buwani Police Station wixii faahfaahin oo dheeri ah fadlan kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda السلام عليكم يا عالم الإسلام السلام عليكم يا أمة المسلمين أنا صومالية تتكلم من صميم قلبها صبية يحرق قلبها من سكوت أسود العرب عجمية وليست عربية ولكن أرضها الإسلام وعزها الله عليها إخواننا في فلسطين عم يعانوا وعم ينهابوا وعم يتعذبوا أين أنتم يا أهل العرب إلا قليلا أين أنتم يا أمة الإسلام أيقظ الله ضميركم أين أنتم يا أهل التوحيد حتى تعلوا كلمة التوحيد وتعتصموا بها كما اعتصم الكفار بنفاقهم وصاروا حلفاء بيهود الملعونة الملوثة أعدتم عهد موسى حتى تقولوا إنا هنا قاعدون أمصرتم ترابا حتى أدعسكم الكلاب والذئاب عليكم أين أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا أكنتم تعتنون أولادكم وتذهبون أعمالكم وأبناء فلسطين في الشوارع أموات أكنتم تعتنون أبناءكم وتذهبون أعمالكم
وآباء فلسطين وأمهاتهم في الشوارع أموات بدون كفن. والله ليسوا أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أما استحييتم بالله، أما استحييتم بالله حتى ما تخدرون تستروا أرواح المستشهدين؟ أما استحييتم بالله؟ سمعت أسودا ولكنني أرى أسنانا تشبه الأسد، سمعت أسودا ولكنني أرى أسنانا تشبه الأسد تكون حصنا لفلسطين، سمعت أسودا ولكنني أرى أسنانا تشبه الأسد تكون حصنا لفلسطين. فصاحتي ليست قوية ولكنني فضفضت من أعماق قلبي، فصاحتي ليست قوية ولكنني فضفضت من أعماق قلبي، فليس بيدي حيلة فإنني فقيرة وليس معي فلوس، فليس بيدي حيلة فإنني فقيرة وليس معي فلوس. فيا ناس بلغوا رسالتي في أهل فلسطين وقولوا لهم بقوله تعالى، فيا ناس بلغوا رسالتي في فلسطين وقولوا لهم. كل ميد بانهاي إذي لي كل ميد بانهاي أود بدنا مليهن دقالة بورنا ما هي سنو ولا لهينا وحنو أود نمان توا دعو دعا دا أذيقا إدمان مسلمين تمانتو جمعا إيقود دعين يان أيام وذا أودناه إلهي دعا دينها وأقبله إلهي دعا دا أدعيسنها وأقبله إلهي مسلمين تقودهان دعا دي أدعيانها وأقبله إن شاء الله تعالى قول بأن رجينينا وين قولي صدونا إذن كالي. فأنتم يا فلسطين أوفيتم بعهد الله واتقيتم، فالله عز وجل أحب عنكم، فالله عز وجل أحبكم. وفي آية أخرى تقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم انصرهم إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم إخواننا في فلسطين. سلام سلام لمن سمع صياحي. الله كشرفه الله كشرفه الله كشرفه. نحن نوح جينا ياهو كليتو نينكي ان ارييدو ويري كل كل لا ان صاحب لوغه بخشاي ان يعني ددكي اهلكا يا قرابده لا هانا اي هودا كو عونين ان الهي اون حريستو جنوين كيرسن هغي ان شاء الله تعالى ان انغو خجيا اسغانا. لن يكون لهم ابدا سلطان على اهل غزه، لن نترك غزه وحدها. الله أن حريستو جيسي إسلامك أي وقت يسوي را أي سبب صدي إريدا صدان أركينو يريكا سي كل كلول وعربو أي لبستي مركو جيدين يي كدبنا خير كالبيت كلوسو أدك سدي ولا ليه كدبنا أي سيف تمريين حبسنا أي لح قلشين كورنتدي بيهن أي وديدين كدبنا een halka isaga dhintay een allah uu naxariisto qabrigiisana allah uu nuuriyo haddana maanta waxa noo haray allah cimrigiisa raajiye geesi kale oo muslimiinta looga cabsado waa madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan allah raajiyo magaciisa muslimiin badanna way ku faanaan maanta asna muslimiinta maanta magaciisa iyo hadalkiisa ayaa looga cabsadaa in badan wax walba ay ku dhireen jireen galbeedku maanta kuma dhireedaan. Waxa leenahay guud ahaanba muslimiinta intii u dhimatay ama ku dhimatay duqeyntii arxan darada ahayd ee ay loo geystay ay yahuuddu u geysatay Allah u naxariisto qabriyadoodana Allah u nuuriyo Ilaahay ha karaameeyo Allah ha sharfo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannooyinkiisa ku martiqaado. Waxa kaliya aan maanta awoodnaa waxa weeyaan إن أنا ولا لين أدعينه إلهي ولا لين هكلميه إلهي جرب كذا هالجرو إلهي نجحه ذا نقلير هقولي قو إلهي أمضى أصنا كجردرن يهودا أمضى أصلا حق درضة ظلم جاكو حسوق يسنا إلهي جعان برعكو قبته إلهي معجزة أنهر الله أرك إلهي دشوا ذا كيرسي إن شاء الله تعالى
إلهي أمتي نمتي مسلمين تاهيد قودهان با الله ونحريستو سقير كودي قبير كودبا إلهي دمانتو ذا ونحريستو إلهي جنوين كيساكم ارتقاد إن شاء الله تعالى أنك نمانتا ولا الله وحين نغفر ديان هيل كأي نغدونيان وإن آن أدعينا ما دام تبرتين وإسكيرتهاي أود بدنا عن اللهين وح بدنا إن نقبكرين وحكليون أودنا صلاة كستي أن تكنينو كلي كلي يقول ذي جربة إنا أقوذ الدعين إن شاء الله تعالى إلهي إنو أنا حريستو إلهي إنو ظلمك أسكوكو هاي أو كقبتو إنتاس إنتا ديبدن فإساق إما دونو وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحدامان بلشادة سوماليات خاصة كوا كنو الغربها اللوغو بشعرين يا إلا فري معاد أونلينك وحلوغا برتو معاد كإمام الشافعي وحيابها اللوغو برتو وحاكمد برشادة قرآن كريم كادت كواوين يا عرور تبا فربرك إيكات قرآن كريم كا برشادة لوقادة عربيكا فنون تشريعات فني كستا يقف كستا مستويهي إسا يماشي أباهي إلاو أقرين أيو يقودهان برشادة علوم تدينتا معاد كإمام الشافعي وقاب أونلاين وحلوغا برتوحة ديار كوو معلمين أقوم درقصان أوله علوم تايدتك برايان وعفافاين ديريا فضلنا كلا حرير تليفونات الشاشة كاقام مغدا